السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعاد المسابقة، السحب النهاردة ان شاء الله. بمناسبة وصلنا 150 مشترك في القناة، تخطيناهم الحمد لله. هنعمل السحب النهاردة على 100 روبل، هتوزع على 8 اشخاص. الفائز الاول هيحصل على 20 روبل، والتاني والتالت على 15 روبل، و5 اشخاص هيحصلوا على 10 روبل. احنا قلنا يا جماعة تعليق واحد بس برقم المحفظة، في ناس حطت تعليقين وتلاتة، فاحنا اضطرينا نجيب برنامج هيصفي المشتركين. اللي عامل تعليقين هياخد تعليق واحد فقط، وان شاء الله لما نوصل 300 مشترك هنعمل مسابقة التانية. هنيجي دلوقتي نخش هناخد رقم الحساب، رقم الفيديو بتاع المسابقة، وهنحطه في البرنامج هنا، وهنعمل البحث. معانا 16 متسابق. هنبدأ الفرز. بسم الله. الفائز الأول وينر ام بي ار ليرديس. هنخش على الصفحة لينار اهو. لينار هنعمل له تعليق، مبروك. الفائز الأول مبروك الفوز، الفائز الأول ب$20، رقم محفظته اتأكد. 33، تمام. هنعمل الفائز الثاني. بسم الله نبدأ. وينير أحمد ديدو. وينر أحمد ديدو. وينر أحمد ديدو. أحمد مصطفى. أحمد ديدو هنبعت له رسالة. أحمد دي وبرضه نتأكد. أحمد ديدو 96، تمام. ألف مبروك الفائز الثاني. هنختار الفائز الثالث. المملوك الثالث لقناة وينر. المملوك الثالث لقناة وينر.
المملوك الثالث، استمر بالتوفيق. الرد، كوبي. ألف مبروك، 15 روبل. هنخش السحب الرابع. المدون العربي، المدون العربي، لوك صديق. سيد عبدو، المدون العربي، انا التعليق بتاعه دورت عليه كتير ومش لاقيه. هنشوف فائز تاني عشان المدون العربي مش موجود. فائز الرابع معانا، وينر عادل، تو وينر عادل. ما ده كان كسب معانا وينر عادل. وينار عادل، وينار عادل. عادل تو، عادل تو، مقام عادل تو. ونحط له الرد. الفائز الرابع معانا، الفائز الخامس، اسلام، اسلام علي، اسلام علي همدان، اسلام علي همدان. اسلام علي همدان. اسلام علي حمدان، رقم 5. اسلام علي حمدان، رقم 6. اسلام علي حمدان، رقم
اسلام علي حمدان. رقم 5. زياد. زياد الفائز السادس. زياد زياد زياد. مبروك زياد المتسابق السابع. محمد خالد. محمد خالد. محمد خالد. محمد خالد. محمد خالد. كده ناقص واحد. ميار ام اي ام بي اي لوردس ام بي اي لوردس. انا عيد ال زياد زياد كسب معانا برضه قبل كده. اسلام احمد حمدان. اسلام حمدان كسب معانا قبل كده. اسلام حمدان.
توس هير كبير التكنولوجي. دي بيج بيج كبير التكنولوجي. كبير التكنولوجيين ده كده اخر متسابق معانا، هنحط له وبكده يكون انتهينا، وكل المتسابقين وصل لهم ان شاء الله يوصل لهم هيوصل لهم الجوائز بتاعتهم بعد الفيديو ان شاء الله، كل واحد يوصل على المحفظة بتاعته. وان شاء الله في المسابقة الجاية يا ريت تلتزموا كل واحد بتعليق واحد ورقم المحفظة فقط لا غير، اللي هيعمل اكتر من تعليق هيتحذف التعليق بتاعه، هيتحذف كل التعليقات بتاعته عشان نسهله معانا ونعرف، وكل واحد يبقى ياخد حظه. وبكده يكون انتهينا، وحظ اوفر ان شاء الله المسابقة الجاية للي مفاس يفوز معانا. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.